الشتا نعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقة فيها ماشي سهلة، بالأخص في البداية ديالها، حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع الطريق كتولي كتزلق. الحضار واجب، لازم نخفضوا السرعة، لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتأكدوا من الحالة ديال الروايد والسوي كلاس ونحضيو من الكليصال. هاد المرة خرجت جرة سلمى، ولكن ماشي ديما كتخرج جرة سلمى. فوق الشتاء نزيد ونردو البال. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم واش عرفتوا. واش عرفتوا برنامج كنرصدوا من خلاله مدى البعد الجماهيري ديال المسؤولين المغاربه. عدد كبير من مدبري الشان العام ما كيتعرفوش على المواطنين المغاربه وما كيعرفوش اشنو كيديروا. من خلال البرنامج ديالنا كنعطيو الاسماء ديال بعض السياسيين، نشوفوا بعض المواطنين المغاربه واش غيتعرفوا عليهم واشنو كيديروا في نظرهم. حلقه اليوم كتهضر على الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري. نشاهدوا جميع شنو غادي يقولوا في حقه المواطنين المغاربه ونرجع لكم. عبد العزيز العماري هو المؤسس الاول لفريق الرجاء البيضاوي. هو ولا ماشي هو؟ بلاش عبد العزيز العماري سميه مغربيه، شوف كين لا ما عرفتوش. عبد العزيز العماري شي كاتب؟ لا مغني. لا ما نكذبش عليك، ما نقدرش نقول لك شي حاجه اللي ما عارفهاش. تقدر يكون ممثل؟ ما عرفتش واش شر. فيلسوف لمار؟ ها؟ لا لا لا. ممثل؟ لا 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 ما عرفتوش. عبد العزيز العماري واختش على بالي. عبد العزيز العماري لا 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 ما نعرفش. ما من ناحيه ياش زعما يكون كيدير هذا السيد في المغرب؟ واش شخصيه عموميه؟ ما عمري سمعت بهذا الاسم. هو وزير؟ نعم لله. والله عليك بيان سو ما كنعرفو. ما كنعرفوش. لا شكون غيكون في المدار؟ اش نقول لك اختي؟ ما كون كنعرفو نقولها لك، ولكن ما كنعرفوش. هو وزير؟ وزير. عبد العزيز العماري. لا ما عرفت. هو الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. العزيز العماري ما عرفش. ما عرفش ديال العداله والتنميه، هو اللي ولا العمده ديال مدينه الدار البيضاء. صافي غير السميه. والله ما عرفتو. شكون غيكون في النظر؟ والله ما عرفت. مالو؟ ما عرفتش. شكون غيكون؟ شنو كيدير في المغرب؟ ما نقدرش ما نقدرش نقول لك. بارك الله وزير. تبارك الله. شتي والله ما عرفت. كلشي شي كاتب تقريبا. كنت كنا وزير. وزير العزيز العمال اكام متفق معاك. وزير الوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. خشي هادشي ديال الوزاره وسميتو، ما حنا ولاد الشعب خارجين على هاد النطاق هذا. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم واش عرفتوا. كيف ما لاحظتوا معايا عدد كبير مواطنين مغاربة اللي استجوبناهم وسألناهم واش كيعرفوا عبد العزيز العماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. شي قال لنا كاتب، شي قال ممثل، شي قال مغني، شي قال مدرب ديال فريق الرجاء. كل واحد شنو قال لنا. إوا سي الوزير تقرب المواطنين المغاربة وخليهم يعرفوا بأنك وزير ماشي ممثل وماشي كاتب. الى هنا كتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنودعكم على امل نلقاكم في حلقه مقبله مع وزير جديد ولا وزيره جديده. تبقوا على خير.